هذا كليب نعيده وسماعه لنور الدين بن حميدة. أستاذ نور الدين بن حميدة كلماته وغناؤه دقيقة، ونستقبل إن شاء الله أستاذ أنس تكريت. يلا خليك معنا أستاذ أمين أبو عزيز، خليك معنا كذلك. افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام والابتسام، افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام والابتسام، افرض ضريبة على اللي ينام وعش سعادة في الأحلام وعمل تعريفة للأوهام، افرض ضريبة على اللي ينام وعش سعادة في الأحلام وعمل تعريفة للأوهام، زينها بشوية أفلام وعمل تعريفة للأوهام، زينها بشوية أفلام وتكون حاكم تمام التمام، انت القائد وانت الإمام، وتكون حاكم تمام التمام، انت القائد وانت الإمام، انت القائد وانت الإمام، انت القائد وانت الإمام، انت القائد وانت الإمام. اهلا بكم من جديد، واسمحوا لي ان ارحب بضيفنا من لندن استاذ أنس تكريتي، رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات. استاذ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اخي العزيز، حياكم الله، يا مرحبا بك ومشاهدينا الكرام. يا اهلا وسهلا بك استاذنا. 100 يوم على حبس الاستاذ راشد الغنوشي، حملة دولية اكاديميين ومثقفين من كل انحاء العالم، حدود هذه الحملة دكتور استاذ تكريتي؟ والله الحقيقة الشيخ راشد الغنوشي رجل له صيت يصل الى اقطاب الارض جميعا، يعني إن ذهبت إلى أستراليا أو ذهبت إلى أمريكا اللاتينية أو ذهبت إلى أفريقيا أو ذهبت إلى أمريكا الشمالية تجد بأنه كتب وأفكار للشيخ راشد الغنوشي وصلت للناس وانتشرت، ومن المثقفين والأكاديميين من ناقشها وحاور فيها وربما تفاعل معها بشكل من الأشكال. ولذلك حينما ألقي القبض على الشيخ راشد قبل أكثر من 100 يوم، الحقيقة أنه الأصوات التي تعاطفت مع الشيخ راشد ونددت بهذا الذي فعله نظام قيس سعيد أصوات كثيرة ومن مختلف أنحاء العالم. فهذه الحملة هي ليست حملة محلية، ليست حملة عربية حصرا، ليست حملة إسلامية حصرا، إنما هي حملة الحقيقة شهدت توقيعات وإمضاءات وأصوات من مختلف أنحاء العالم وفي كل الصعد، والصعيد الأكاديمي الفكري الإعلامي السياسي كل الصعد الحقيقة. وهذه شهادة تحسب ليس فقط للشيخ راشد الغنوشي الحقيقة، إنما هي تحسب لتونس. يعني في نهاية المطاف الشيخ راشد الغنوشي هو أيقونة لتونس ولمجتمع تونس، وكان منتخبا انتخابا حرا نزيها لرئاسة البرلمان التونسي من قبل شعب تونس. فهذه الحقيقة هي ليست يعني حصرا والله شهادة للشيخ راشد، إنما هي شهادة لتونس ولكل التوانسة. الذي فعله قيس سعيد الحقيقة للأسف الشديد كحال كثير من الأنظمة العربية إنما يسيء لسمعة البلد ويسيء لسمعة الشعب. نعم، أتيح الأستاذ لامين بوعزيز.